ردا على تصريحات وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعدم إصدار قرار رسمي بالموافقة لشركة مصفاة البترول بطرح البنزين 92 بالأسواق لحاجته لتعديل القاعدة الفنية للبنزين أو تحديد أسعار هذا الصنف. قالت شركة مصفاة البترول الأردنية في بيان صحفي إن الحكومة تضع عراقيل وشروطا صعبة أمام تطوير وتحديث المنتجات البترولية في السوق المحلية، وأضافت أن توجه المصفاة لطرح منتج 92 في السوق المحلية لا يخالف القاعدة الفنية الأردنية المعتمدة لمادة بنزين أوكتان 90، وأنه لا يحتاج إلى تسعيرة جديدة طالما كان هذا المنتج ضمن ما تتطلبه مواصفات بنزين أوكتان 90. وأكدت المصفاة أن عدم الموافقة على طرح منتج بنزين 92 يضر في المنافسة بين الشركات التسويقية الثلاث، خاصة وأن المصفاة تسعى لتنفيذ استراتيجيتها في تطوير وتحديث منتجاتها وتقديم منتج جديد كفؤ للمستهلك. غاز